مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبائي الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد من دروس مادة التربية الإسلامية للصف التاسع. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. نجدد نياتنا لله رب العالمين. أحبتي، درسنا بإذن الله تعالى اليوم نختم به منهجنا، وهو درس الحياء الجزء الثاني منه. الدرس صاد 82 يا شباب، افتح كتابك حتى يتيسر لك فهم الدرس. قيمة اليوم يا أحبتي: غض بصرك عن الحرام ليكن شعارك سمعنا وأطعنا. وقد تحدثنا في هذه القيمة من قبل فلن نكرر ما قلناه، ولكن بني الحبيب، راقب الله في خلواتك، راقب الله في خلواتك. إياك عندما تخلو بنفسك أن تقيم على معصية، ربما تقبض عليها. فبني الحبيب، عندما تكون مع نفسك لا تظن أنك خلوت، لأن الله يراقبك. ودائما قل في نفسك: الله يراقبني، الله ناظري، الله شاهد علي. لو قلت هذه الكلمات ورددتها مرارا وتكرارا، بإذن الله تعالى سيتأصل في نفسك أن الله معك في كل وقت، فلن تقترف ذنبا ولا معصية قدر الإمكان إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خيرا أحبتي. أهداف درسنا بإذن الله تعالى تتلخص في استنباط ثمرات الحياء، ثم المقارنة بين الحياء والخجل معللا عدم جواز ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحجة الحياء، ثم أن نجيب على أسئلة الكتاب صاد 85، ثم أن نصنف الأفعال بنشاط صنف من حيث كونها حياء محمود أو مذموم، وفي النهاية نصحح واجب الدرس صاد 88 و89 وندون ذلك في كتبنا. افتح كتابك بني الحبيب صاد 82 حتى نستكمل مع بعضنا الدرس. نقول يا أحبتي: ثمرات الحياء، ثمرات الحياء أي ما نتيجة الحياء، الفائدة التي تعود عليك من الحياء. أولا، أول ثمرة من ثمرات الحياء يا أحبتي التقرب إلى الله تعالى بالإقبال على الطاعات وهجر المعاصي. فالحياء يجعلك تهجر المعاصي وتبتعد عن الفواحش والمنكرات، قليلها وكبيرها، صغيرها وكثيرها. فالتقرب إلى الله عز وجل هو من ثمرات الحياء. أيضا الستر في الدنيا والآخرة، فأنت في خلواتك سترت نفسك، وأنت في خلواتك ابتعدت عن الفواحش والمنكرات، هذا نتيجته الستر في الدنيا وأيضا الستر في الآخرة. نيل محبة الله تعالى ومحبة الناس. إياك أن تظن أن الناس يحبون المتجرئ على محارم الله، أبدا. إن الناس يحبون كل الحب ويودون كل الود لمن ستر ولمن كان حييا ولمن كان مستترا عن الناس وابتعد بالمعصية عنه. وليس المقصود ابتعد بالمعصية عنهم أنه فعل المعصية في خلواته، أبدا، وإنما المقصود أنهم لم يروه على معصية، لم يروه متجرئا على معاصي الله وعلى محارم الله وعلى حرمات الله أبدا. هذا ينال محبة الله وأيضا محبة الناس، اكساب المسلم الوقار والهيبة. فالحيي مهاب، يوقره الناس ويحترموه. لا يجوز للمسلم يا أحبتي أن يمتنع عن القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحجة الحياء. رأيت موقفا ولا تستطيع أن تغيره، أنا حيي ولن أغير هذا الموقف. ربما وأنت تستطيع أصلا أن تغيره، هل هذا كلام سليم؟ طبعا هذا كلام خاطئ تماما، فهذا ليس من الحياء. وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يؤدي إلى شيوع الفاحشة والضلال، وقد يؤدي إلى هلاك المجتمع. فبالتالي أؤمر بالمعروف وأنهى عن المنكر بالمعروف قدر المستطاع. لماذا لا يجوز للمسلم أن يمتنع عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحجة الحياء؟ قلنا لأن هذا يؤدي إلى شيوع الفاحشة والضلال ويؤدي إلى هلاك المجتمع، وهذا ليس من الحياء. لو سألنا سؤالا يا أحبتي: قارن بين الحياء والخجل، ما الفرق بينهما؟ نقول: الحياء خلق كريم، والخجل صفة ذميمة. وحياء المؤمن لا يؤدي إلى الخجل المذموم الذي يمنعه من طلب العلم أو قول الحق،
والحياء لا يمنع العالم أن يقول لا أعلم، أما الامتناع عن السؤال في أمور الدين فليس بحياء وإنما هو خجل مذموم. إذن هذا هو الفرق بين الحياء والخجل. إذن يعني نستنبط من هذا الكلام أن الحياء أمر ممدوح محمود وأن الخجل أمر مذموم. من الأخطاء الشائعة بين الناس قولهم لا حياء في الدين، والصحيح هو قولهم لا حياء في تعلم أحكام الدين، لأن كما تعلمون الدين كله حياء. يقول: تعاون مع زملائك في تصميم شعار عن الحياء، تدعون فيها الأهل والزملاء للتخلق بخلق الحياء، وعرضه على معلمك وسيختار أفضل شعار لتعليقه في الصف. من الممكن أن نقول الحياء عصمة للقلب من الفتن والجوارح من المعاصي. قم بالبحث في أثر التخلق بخلق الحياة في الامتناع عن المعاصي واعرض نتيجته على معلمك. في ضوء فهمك لخلق الحياة اكتب عبارة وتوضح من خلال أهميته بالنسبة لك وأثره الإيجابي على المجتمع. قلنا: الحياة مهمة بالنسبة لي، حيث لا يجعلني أتجرأ على فعل المعاصي، وله بالغ الأثر في عصمة المجتمع من الفتن والمعاصي. بعد دراستي لهذا الموضوع قررت أن البعد عن كل ما يغضب الله تبارك وتعالى، أمتنع عن الدخول على مواقع النت التي تنشر ما يغضب الله عز وجل. تعالوا بنا لنصنف هذه الأفعال. هل هو هذا الفعل هل هو حياء ممدوح أم خجل مذموم؟ غض البصر عن المحارم، طبعا هذا حياء محمود ممدوح. عدم الجهر بكلمة الحق، هذا خجل ليس حياء. سكوت عن الشهادة بالحق أمام القاضي، هذا خجل مذموم. عدم المشاركة والتفاعل أثناء الدروس، هذا خجل مذموم. إذن هناك فقط فعل واحد وهو حياء ممدوح، وهو غض البصر عن الايه عن المحارم. معنى الحياء يا احبتي قلنا هو خلق كريم يبعث على فعل الجميل وترك القبيح من الاقوال والافعال مرضاة لله تعالى. انواع الحياء قلنا في التسجيل السابق انه حياء فطري وحياء مكتسب. قلنا عن مظاهر الحياء انه حياء من الله وحياء من الناس وحياء من النفس. قلنا ايضا يا احبتي عن فضائل الحياء قلنا انها اربعه: كله خير، وأنه من شعب الإيمان، وأنه يحب الله تعالى، وأنه خلق الإسلام. أيضا قلنا من ثمرات الحياء التقرب إلى الله عز وجل، الستر في الدنيا والآخرة، نيل محبة الله تعالى ومحبة الناس، إكساب المسلم الوقار والهيبة. ما الفرق بينه وبين الخجل؟ ما الفرق بين الحياء وبين الخجل؟ الحياء يا أحبتي لا يمنع صاحبه من طلب العلم أو قول الحق، أما الخجل فهو يمنع صاحبه من طلب العلم وقول الحق. لو سألنا يا أحبتي ضع إشارة صح أمام العبارة الصحيحة وإشارة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة، من الأمثلة على الحياء الفطري غض البصر، طبعا الإجابة خاطئة. حياء المؤمن لا يمنعه من قول الحق، طبعا الإجابة صحيحة. فمن فضائل الحياء أنه من شعب الإيمان، طبعا الإجابة صحيحة. السؤال الثاني: ما المراد بالحياء؟ قلنا أن الحياء خلق كريم يبعث على فعل الجميل وترك القبيح من الأقوال والأفعال مرضاة لله. عد الثلاثة من فضائل الحياء: كله خير، يحب الله تعالى، أنه خلق الإسلام. وطبعا الأدلة كما هي موجودة أمام حضراتكم أنقلها في كتابك. السؤال الرابع: اذكر أنواع الحياء. قلنا هم نوعين فقط: حياء فطري وحياء مكتسب. ثم فرق بين الحياء والخجل. قلنا الفرق بينهما أن الحياء لا يمنع صاحبه من طلب العلم أو قول الحق، أما الخجل فهو يمنع صاحبه من طلب العلم وقول الحق. السؤال السادس: اذكر ثمرتين من ثمار الحياء. قلنا التقرب إلى الله عز وجل، الستر في الدنيا والآخرة. وصلنا أحبتي إلى ختام درسنا، أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم ويحفظكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. انتهى درسنا، على أمل اللقاء بكم من جديد. أذكر بضرورة الاهتمام بالفيديوهات سماعا وفهما، وإذا وجدت شيئا صعبا عليك أو غير مفهوم توجه مباشرة لمعلم الصف. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية.